تحس انه مش كله مش كله, مش كله. لانه عنده ساعات شعر كده كده ايوه مفتوح زياده عن اللزوم. هل يعني صحيح انك انت وانت صبيه تبرعت يوما للاخوان المسلمين؟ نعم فعلا. لا مش بس تبرعت, انا كنت بحبهم جدا يا فندم. انا من سكان الروضه, والروضه دي معقل للاخوان. عارف. وكان بيننا وبين الهضيبي بيت واحد يعني. شفتيه الهضيبي؟ نعم شفتيه. شفته ده كنت بلم فلوس من عيلتي ومصروفي ومصروف اختي واخواتي وبنت عمتي وبنت عمتي وعمتي, اروح لها اقول لها حطي في الظرف يا عمتي عشان هروح اديه للاخوان, كل واحد يحط لي حاجه. واروح واخبط على باب الهضيبي ويفتح الباب. وانا كنت يمكن عندي 12 سنه مش كان ايه هاجسك في هذا؟ دول شباب ممتاز, شباب مستقيم على خلق على مبادئ. يعني تشوفهم في الروضة ما مشوش يعكسوا البنات, لا تلاقيهم عاقلين. بالعكس لو شافوا حد بيعكس بنت يدافعوا عنها, بنت حتتهم طبعا, بنت حتتهم. نعم. بالظبط. فيعني كنت مبهورة بيهم وبحبهم. ثم قتلوا جوزي فيما بعد. يتجه موكب الرئيس القائد مارا بساحة العرض ثم ينعطف بعد ذلك الى حيث المنصة الرئيسية التي سيشهد منها. سيداتي وسادتي, وتبدأ الآن وقائع احتفال مصر بأكتوبر. نعم يا فندم, القوات جاهزة للعرض. استأذن في بيت العرض. ويطلو علم القوات المسلحة أعلام الأفرع الرئيسية. ولقد استخدم رجال المدفعية لإسكات مدفعية العدو في حرب رمضان. ليس صدفة انه حضرتك كنت بتحكي ده, انك انت كنت بتجمعي فلوس من اجل فكرة دعوة. نعم. يعني من اجل فكرة اسلام وسطي في نهاية الامر. نعم. ليس صدفة انه واحد زي الدكتور علي السمان يقول لي انا كنت عضو وانا في بدء الحياة. نعم. ثم بعد قتل الخزندار خرجت بجلدي. صح. او نفدت بجلدي. صح. هو شخصية لطيفة. فكيف يمكن انه يعني جماعة تبدأ بدعوة ثم تنتهي بإرهاب؟ اتغيروا. جم فيهم بقى قيادات زي سيد قطب وزي الجماعة دول. دول لعبوا دور. لعبوا دور. لكن حضرتك في ذلك الوقت ما كنتيش قريتي, يعني ما كنتيش أبحرتي في عالمهم يعني. لا مش بالدرجة. مش يعني بالدرجة. لسه صغيرة برضه. طبعا. صحيح. وده خلاكي يعني كنت يعني حاسة بإن ده شيء له قيمة عندك. بالظبط.